الولاية هي المحبة بالقلب والثناء باللسان والنصر والإعانة بالجوارح عند القدرة على ذلك وعند ارتفاع الموانع. هذا لحظة لحظة شوي حمد، الحين كلمة ولاية يعني، أو كلمة الولي، الولي معنى ولي، فالولي له معاني. يعني حتى في اللغة تعددت المعاني، يعني لو رجعنا إلى القواميس حتى تتضح لنا الصورة، القواميس تمد بمعاني متعددة. فالولاية يمكن أن تحمل مثلا الولاية محمولة على موضوع التولي للأمور، يكون إنسان مثلا ماذا يتولى أمورا معينة، ها، وعاد يأخذ منها فرع عنها ما يسمى بالوالي، صح، مو في المسمى الإداري. وعندك الولاية تأخذ معنى الوصاية والعون والدعم والصلة والعلاقة، زين. وعندك بمعنى المحبة، زين. فلو جيت ترجع القاموس اللغوي ما يخدم فقط معنى المحبة، والقاموس اللغوي يمدنا بمعاني مختلفة كثيرة، فتجد ماذا إذا معاني ماذا كثيرة. أما بالنسبة للإطلاق عاد بعد ذلك، إن هي إطلاق اللغوي على ماذا، أو الإطلاق هذا على المحبة بالقلب والثناء باللسان والنصر بالجوارح. من حيث إن الولاية ممكن، يعني هذه الولاية لا بد لها من لازم، لازم هذه يكون محبة بالقلب وثناء باللسان ونصرة وإعانة بالجوارح، ولكل من هذا الأمر درجات في الوجوب، بعد ذلك يجيك تفصيله. يعني وجوب المحبة بالقلب غير عن النصر والإعانة بالجوارح، إذ لكل منهما ماذا؟ قد يكون ممكن أن يتحقق، أو يستطيع العبد أن يحقق المحبة بالقلب، وهذا لازم مطلقا. أما الثناء باللسان والنصر والإعانة بالجوارح في بعض الأحوال ما يتأتى. عموما معنى الولاية هو كل، نجد أهل العلم يطلقونه على معاني مثل المحبة، المودة الدينية، والمحبة الدينية أيضا، وهكذا. انطلعت يا البراءة. والبراءة هي البغض بالقلب والشتم باللسان والردع بالجوارح. هو هذه البراءة. فنحن إذا جينا نفس الشيء إلى الدلالة اللغوية لكلمة براءة، ممكن أن تكون بمعنى ماذا؟ النفور أو العداوة أو البغض، ها، البغض بالقلب والشتم باللسان، وهكذا. إذن هذه المعاني كلها صارت فيما بعد في تقسيم العلماء، إن يقول لك لكل شيء من جوارح الإسلام الإنسان نصيب من الولاية والبراءة. فكما أن الولاية بالنسبة للقلب هي محبة بالقلب، البراءة بغض بالقلب. وكما أن الثناء باللسان، اللسان نصيبه في الولاية الثناء، وفي مقام البراءة الشتم واللعن وغير ذلك، ها، والنصر والإعانة نصيبهم في الولاية الجوارح، ومقابل ذلك ماذا؟ الردع بالجوارح في حال البراءة.